اليوم الأول من أيام التشريق والثاني لرمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، فمنذ زوال اليوم اتجه وفود الحجيج لرمي جمراتهم وسط تخوف وقلق شديدين مع تعزيزات أمنية مكثفة من قبل السلطات السعودية. اليوم في الزوال توجهنا إلى رمي الجمرات، ولكن كان فيه يعني حسن تنظيم جيد، ليس كالبارحة، لأن يعني البارحة كانت فيها فوضى من تهاون من السلطات. أما اليوم فيه نظام كثير يعني جيد، يعني رمينا الجمرات بكل سهولة. وفود الرحمن عبروا عن حزنهم الشديد إزاء الفاجعة التي وقعت الخميس، حيث وعلى غير العادة لوحظ تواجد أعضاء الحماية المدنية في مداخل ومخارج رمي الجمرات بعد الفوضى التي حصلت والذي أدى إلى تيهاني العديد من الحجاج. قمنا برمي الجمرات حسب التوصيات التي قدمت لها الهيئة والديوان الوطني للحج، فكانت نعم يعني توصية مثمرة، لأننا لم نلاقي أو تصادفنا أي مشاكل في هذا اليوم الثاني. ما يخص عملية توجيه وإرشاد الحجاج اليوم، يعني بخصوص إرشاد أو عملية الرجم الجمرات العقبة الصغرى الكبرى والوسطى في أول أيام التشريق، تسير على أحسن ما يرام بوضع يعني مختلف الأعوان الحماية المدنية مختلف النقاط الاستراتيجية التي تؤدي طريق من الجمرات إلى مختلف المخيمات الجزائرية عبر مختلف الطرق والشوارع الكبيرة أو شوارع صغيرة. وسيكون السبت آخر يوم لرمي الجمرات بالنسبة للحجاج المستعجلين، ليبقى يوم الأحد اليوم الأخير لرميها لمن أراد إتمام عدة الرمي تيمنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.